لقيتو لاباس عليكم بخير هاد الايام تغيبت عليكم شي شويش، كانوا عندنا شي شويش ديال الكوموندات ديال الحوايج بحال العاده. بقينا عيف هاد الموديلات هادو ديال كابوتشا مع من اصله، لقينا واحد الاقبال ديال البنات والدراري وكلشي تقريبا عاجبنا هاد الموديلات هادو. شوفوا معنا هاد الموديل هذا، كنزيدو عاوتاني كهاد الشكل هذا، طلعوا شي شويش بالسوق نزيدو هاد الشكل هذا، وهذا الصغار كنتو شفتوهم مره اخرى من نفس الموديلات. هادو سخانين وكيجيو مزيونين يعني في اللبسه ديالهم، وما عملنا لهمش بحال اللي كتشوف السراول ديالهم، حيت الغالب الناس اللي كيديوهم من عندنا كيبغيوهم بلا سراول على اساس باش يلبسوا معاهم الجين، وكتجي تبديلها شويش خفيفه ما كتبقاش في ديك النطاق ديال الكتمه، ما ملي كتمل السروال ديالها كتجي ضروري تخرج تريض بها. كاين هاد الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا السنتة هنايا عملنا لهم. المهم خرجنا كاين التصويرات ديال البنيتات اللي كيعجبهم هاد السواق هذا، كاين هاد الشكل هذا اللي هو مبدل شي شويش ديال السنتة، وبحال اللي شفتوه جات هنايا كيجيو هنا ديال الكبار. كاينين هاد الشكل هادو ديال الهوديات فيهم هاد الموديل هذا اللي هادي باتها وهادي كيقولو لهم كراد بودي، وعلى هاد الشكل هذا هاديك كسوة، هاديك كسوة بشرى بودي طويل. بودي طويل كيجيو من هنا كنلقاو شنو كيقولو لهم الكيتمات، هادو كيجيو عاود طوالين شويه. هادي عندها السروال ديالها في الابيض حسب الزوين اللي عندو هنايا ياك، وهادي عندها السروال ديالها كحل في كحل، مزيونين هادو. كاين الالوان بزاف والشكالات اللي تبارك الله في الحمار وبزاف ديال الالوان والشكالات، ودابا هادو يقدر الواحد يلبسهم دابا في البرد وتا فصل الربيع. تا في الربيع حيت الثوب ديالهم كاين منطون اللي سخون بزاف، مستبعدنا هذا ما كناش كنخدموه، ولكن كنخدمو اللي ماشي غليظ بزاف اللي تقدر تلبسو حتى في الربيع. ساتينا لابسه واحد مزون بحال هذاك بحال الستيل اللي مخيطه. ايوا في الكولور حمار عملنا له هنايا في اليدين شي شويش ديال الحمار، بدلنا في المنظر ديالو. واخا بشرى تقولنا الاثمنه، من ناحيه ديال الاثمنه دابا الاثمنه في المتناول، كاين الفرق بين الاثمنه اللي كيبغي ياخذ بالجمله الاثمنه العاديه. حنا حاطين الرقم ديال التليفون ديالنا، اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معك يعيط لك، يتواصل معايا سواء بالديتاي او لا بالجمله. مرحبا بكم وشكرا على الدعم ديالكم للقناه ديالنا في اليوتيوب، كنشكركم بزاف وكنشكر الاصدقاء على الملاحظات ديالهم والاستفسارات ديالهم، ومرحبا بكم وطلبوا الله هذه السنه تكون ان شاء الله بحول الله سنه سعيده ومزيانه بعدا، دخل علينا بالخير. عاد كورونا هرست لا خياطين ولا جميع انواع ديال الصناعات كلات الدق بزاف، ونطلبوا الله ان شاء الله بحول الله هذه السنه تكون مزيونه بفضل الله سبحانه وتعالى، وتكون الخدمه اللهم يسير وتبارك الله عليكم والله يوفق الجميع وشكرا.